بمجرد وصولهم لفندق الاقامه خلاص الجمهور زي ما انتم شايفين رابطه مشجعي الاهلي في السعوديه الحقيقه استقبال رائع جدا. الاهلي اعتادوا انه يلاقيه في السعوديه بالحفاوه الاهلاويه والثقه الكبيره اللي انتم شايفينها من الجمهور واللي تمناها مارسيل كولر. كولر بقاله فتره بيدور على اللقطه دي، لقطه دعم الثقه للاعيبه النادي الاهلي. فالساعات الاخيره كانت الحقيقه ساعات موفقه جدا ما بين استقبال حار وثقه عاليه جدا من الجماهير وهتافاتها، وشايفين الكابتن خالد بيبو مبسوط قد ايه من ان الجمهور بيساعد كتير في دعم هذه الثقه.